بنكيغا أمانو أيا شيس كنعسي لقاري شركادا لغو مقعبو باس سولوشنس أو فرديقي دوية هاي مقالة دا بيرود دالكاسي لبنان سودو قلانا حارون كولي مقالة دا دوبهي دالكاس تاقاي مارات كعربتا شركادا أيا بنكيغا أيا ودقاري شيس كا صفتواركا أي أمال إسلامي بكور بنكي سيستم أو أهمت كميدا نوعيدي وقدن بي أي صفتوار دا أي بنكيغو استعمالان وقهرينتي وحا فافاهين كبعي شيس كا أي قابكا ودعيبا انجينير علمي حورية علي او اهما مولاها بنكيغا امانو كميدة صفتوار دا او عانسان او اسلامي كور بانكينج صفتوار دا اح عالمك او عانسان او الهي مهدي سنان مانتا عن لهي كل هشيس كشركة دا بار سوليشن حالات الفرحسان هاي انا كميد نخلو بنكيغا دا عالمك استعمالا كور بانكينج كاس او تريدو دا بقلان كور دافيسو أنا كور بانكينج هو عنصر إسلامي بانكينج كور بانكينج سوفتوير جهدي بدن كدب يبادي كور بدن كدب حنوصل تودي إن هالشيء كان لكم شركة أرمانتا حنرجعني إن أنا نوفر ذين دهونو شقوين كانوا هايني هالشيء كان أو كدا أي مجال دبي waxaa goobjooga ahaa labada maareeyaha ee shirkadda iyo bangiga waa Cabdirasaaq Xuseen Maalin oo ah maareeyaha guud ee Amaano Bankiga iyo gudoomiyaha guud ee shirkadda Bas Solutions Maxamed Khatiib iyagoona ugu dambeyntii qalinka ku duugay heshiiska u dhaxeeya labada dhinac Yasmin Cabdirashid Orshe Telefishinka Caalamiga ee Somali Cable.